هذه الأيام ملؤها الشك، ونحن في وجه ظروف استثنائية. إلى جانب القوات الأمريكية والفرنسية، قامت المملكة المتحدة بضربات دقيقة ومستهدفة ضد المرافق الكيميائية لرفع استخدامها، واستخدمنا صواريخ لونج شادو لاستهداف مرافق عسكرية على بعد 15 كيلومترا غرب حمص، حيث هناك مرافق في خرق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. لم ننتهي بعد من تقييم كامل لذلك، ولكن نعتقد أن هذه الضربات تكللت بالنجاح. بالإضافة إلى ذلك، فما من صاروخ أو طائرة من أي من البلدان الثلاثة قد استهدفت بنجاح من قوات الدفاع السورية، كما أن ما من مؤشر يبين أن قوات الدفاع الروسية قد استخدمت. إن عملنا كان محدودا ومستهدفا وناجعا، كان في ظل حدود واضحة لتلافي أي تصعيد، وفعلنا كل ما في وسعنا بما في ذلك التخطيط المحكم قبل المبادرة بأي شيء للتأكد من احتواء وتخفيف الأثر على المدنيين. إن عملنا الجماعي سيقوض بشكل كبير القدرات السورية في البحث وتطوير ونشر الأسلحة الكيميائية، وسيردع السوريين عن استخدامها في المستقبل. إن رئيسة الوزراء قالت إننا نعلم بالضبط من المسؤول عن الفظاعات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية. إن متنا غزيرا من المعلومات بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية يبين أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الذي رأيناه يوم الأربعاء الماضي، وإن بعض الأدلة التي تؤدي لهذه الخلاصة هي الآتية. هناك حسابات مفتوحة تشير بأن القنابل البراميل قد استخدمت، كما أن هناك مصادر مختلفة تشير بأن مروحيات قد شوهدت في دوما في السبع، مروحيات حكومية. المعارضة لا تشغل مروحيات ولا تستخدم البراميل المتفجرة، كما أن التقارير الاستخباراتية قد أشارت لاستخدام الكلورين في السابع من أبريل. ما من مجموعة مسلحة ارتكبت ذلك، لأن داعش على سبيل المثال ليست موجودة في دوما. إن النظام السوري يقتل شعبه منذ 7 أعوام، ولقد استخدم السلاح الكيميائي الذي فاقم من المعاناة البشرية فيما يعد جريمة دولية وخرقا للقانون العرفي الدولي وحظره الأسلحة الكيميائية، ويرقى ذلك لجريمة حرب وجريمة ضد البشرية. إن أي دولة ملتزمة بموجب القانون الدولي بشكل استثنائي بأن تتخذ إجراءات للتخفيف من المعاناة الإنسانية العارمة، إن السند القانوني لاستخدام المملكة المتحدة للقوة هو التدخل الإنساني الذي يتطلب استيفاء شروط ثلاثة. أولها وجود أدلة دامغة يتقبلها المجتمع الدولي قاطبة بخصوص معاناة إنسانية واسعة النطاق تتطلب إغاثة عاجلة وسريعة. وأعتقد أن النقاش في هذا المجلس والإحاطة التي سمعناها من أوتشا وآخرين قد بينت ذلك بجلاء. ثانيا، لا بد أن يكون واضحا من منظور موضوعي أن ما من خيار غير استخدام القوة من أجل إنقاذ الأرواح، وأعتقد أن استخدام حق النقد قد بين ذلك. ثالثا، إن استخدام القوة المقترح يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ويجب أن يكون محدودا من حيث النطاق والوقت لتلك الغاية وتلك الغاية فحسب. وسمعتم في مداخلتي ومداخلة سفيرة هيليز كيف أن هذه الشروط الثلاثة قد استوفيت. إن تاريخ الصراع السوري هي تكرار للانتهاك السلام والقانون الدولي، والتقى المجلس 113 مرة منذ بدء الحرب السورية، ولذلك فإن الجهود الدبلوماسية لم تكن قاصرة، وليس قصورها ما أدى إلى اجتماعنا اليوم وعمل البارحة. تحدى الأسد المجتمع الدولي في 2013 بإطلاق هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية، خلف ما يزيد على 800 قتيل،
وعلى الرغم من اعتماد القرار 1218 وعلى الرغم من تفاعل صبور للمجتمع الدولي، فإن سوريا وصلت استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، وأثار ذلك سلسلة طويلة من الأسئلة الخطيرة. وإن الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هو أن سوريا لم تعلن عن كل أسلحتها ولم تدمرها على الرغم من واجباتها في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية. هذا ليس فرضية من جهتنا، وإنما هذا مسجل. وألفت انتباه ممثل الاتحاد الروسي بخصوص بارزان وجمهاية، والذي أشارت بخصوصهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود تفاوتات، والمجلس يعرف ذلك. أطلعنا على لسان المدير العام إن القرار 2118 يشير إلى فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من الميثاق في حال عدم الامتثال. وفي فبراير من العام الماضي فإن المملكة المتحدة وفرنسا قدمت مشروع قرار لاتخاذ إجراءات في إطار الفصل السابع بدون استخدام القوة، واستخدمت روسيا حق النقض. وكان يفترض بهذا المجلس أن يتابع نظره في استنتاجات آلية التفتيش المشتركة، وفي كل مرة فإن مقترحات جاءت من أطراف أخرى. إن أنصار النظام السوري مسؤولون عن أكثر انتهاكات القانون الدولي جسامة في تاريخ المعاصر. لقد استخدموا الأسلحة العشوائية بما في ذلك الذخيرة العنقودية والبراميل المتفجرة، واستهدفوا عمدا المدارس والمستشفيات و أهدافا مدنية ومدنيين، واستخدموا التجويع والترهيب كتكتيك حرب في المناطق التي استحوذت عليها المعارضة. وأعاق المجلس المساعدات الإنسانية والإجلاءات الطبية بانتظام. إن عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزون وعذبوا بل أعدموا على يد النظام. إن هذا من أكبر التحديات في وجه النظام عدم الانتشار. إن الدول الأطراف قد خرقت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحدث المجلس وخرقت القانون الدولي. إن محاولات المتكررة على مدى السنوات لمحاسبتهم قد وجهت بالاعتراض والمقاومة الروسية، ولقد قلنا في هذا المجلس وسعينا لتجاوز هذه المعارضة وهذا الاعتراض، ولكننا فشلنا. إننا نواجه سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات بدون أي إحساس بالذنب أو بالمسؤولية أو بالمحاسبة، باستخدام الدعاية والأكاذيب. سيد الرئيس، أدعو أمثال السفير الروسي أن ينظروا فيما يلي. من الصعب أن نصدق أن استخدام أو تأييد استخدام الأسلحة الكيميائية يمت بصلة للميثاق. وفي رأي المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون من غير القانوني استخدام القوة لمنع قتل هذا العدد الهائل من المدنيين الأبرياء. نحن لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا. وعلى الرغم من ذلك كله سيد الرئيس، نود أن ننظر إلى الأمام. المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ستواصل السعي لحل دبلوماسي لهذه الأزمة. زميلي الفرنسي سيتحدث بإسهاب عن عملنا لاحقا. نعتقد أن ذلك يجب أن يتألف من عناصر أربعة. أولا، برنامج الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن يتوقف، ولابد من تدمير المخزونات. ثانيا، لابد من وقف القتال فورا امتثالا وجميع قرارات مجلس الأمن، وهذا يضم تلك القرارات التي تطالب بدخول المساعدة الإنسانية. ثالثا، على النظام أن يعود لمباحثات جنيف وأن يتفق على النظر في برنامج مضموني يكون السيد مستورة قد أعده. رابعا وأخيرا، لابد من محاسبة من يستخدمون الأسلحة الكيميائية ومن يرتكبون جرائم الحرب في سوريا. سيد الرئيس، لقد أشار الأمين العام وبحق سلط الضوء على العملية السياسية. نحن
نعلم أن المجلس سيجتمع إلى جانب الأمين العام في معتكف في نهاية الأسبوع المقبل. علينا أن نستغل هذه الفرصة للنظر في الخطوات المقبلة، ونحن إلى جانب شركائنا مستعدون للعمل مع جميع الأعضاء وفي هذا المجلس لتحقيق هذه الغاية. وشكرا. أشكر ممثلي